اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. محمد عبد المنعم رجل او افضل لاعب في المباراه النهائيه، وده من خلال اعلان الاتحاد الافريقي لكره القدم اللي اختار محمد عبد المنعم مدافع النادي الاهلي رجلا لمباراه نهائي دوري ابطال افريقيا. حضراتكم عارفين طبعا ان محمد سجل هدف الفوز براسيه بالتخصص في مركب محمد الخامس. الحقيقه واحد من اللاعبين الرائعين ويستحق هذا التكريم، تكريمه في هذه المباراه بكل تأكيد. النهارده كان أحد النجوم العالميين النجم محمد النني كان متواجد في النادي الأهلي. تواجد محمد النني لاعب نادي أرسنال طبعا ومنتخب مصر في مقر النادي الأهلي بمدينة نصر النهارده مزار قطاع الناشئين. النني ليس غريبا على قطاع الناشئين بالنادي الأهلي لأنه واحد من اللاعبين اللي بدأوا مشوارهم في قطاع الناشئين في النادي الأهلي، وأعلن أكتر من مرة في وقت سابق انتمائه للنادي الأهلي. زي ما حضراتكم شايفين ده مقر النادي الأهلي في مدينة نصر، موجود مع كابتن محمد النني، كابتن خالد بيبو، وأيضا كابتن بدر رجب، وكابتن هشام حفني، وكابتن وليد سليمان، وعدد من كباتن النادي الأهلي اللي متواجدين زي ما حضراتكم شايفين. يعني كلهم الحقيقة إنني واحد من العظماء في كرة القدم المصرية وواحد من العالميين في كرة القدم المصرية. طيب خلينا نروح نعرف أكتر إيه اللي حصل في هذا الأمر ونطمن بقى على كثير من أمور قطاع الناشئين خلال الفترة القادمة بعد النجاحات الكبيرة اللي تم تحقيقها خلال الفترة الأخيرة. النجم الكبير كابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين، يا نجم النجوم. أهلا بيك يا كابتن إسلام. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله حبيبي. أخبارك إيه؟ أخبارك أنت إيه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله، وحشني والله. ربنا يخليك يا عم مصر، ربنا يخليك يا حبيبي. النهاردة كان في زيارة مهمة جدا لواحد من الكبار أو واحد من لاعبين العالميين في كرة القدم المصرية كابتن محمد النني. يعني قول لنا إيه اللي حصل في هذا الأمر. إحنا كنا لسه حاطين بعض المواد اللي حصلت، يعني ووجود محمد النني في وجود كابتن خالد بيبو، وجود كابتن بدر رجب، وجود كابتن تامر حفني، ومجموعة كبيرة جدا من اللاعبين. وكابتن وليد سليمان كان موجود بس كان بيجاله تليفون. لا تليفون، خد التليفون بعيد، مش ظاهر قدامي والله يا بيبو. بس طبعا كابتن خالد، كابتن انت موجود بقى فيعني. لا طبعا كان زياره كانت مهمه جدا النهارده. النني طبعا كان موجود النهارده، طبعا جاي يسلم على الكابتن بدر وكابتن احمد ناجي، وهو على فين كابتن يعني ناجي طبعا في الهيصه دي برضو. وكابتن ناجي برضو كان جاله تليفون. لا جت كابتن ناجي كان موجود، بس احنا كنا في النادي موجودين من بدري. كان عندنا اجتماعات بنجهز طبعا الاختبارات وبنجهز للموسم الجديد. فطبعا كابتن ناجي يعني كان موجود وقابل النني وقعد معاه شويه ومشي. تلاقيه قعد معاه شويه وتحرك يعني، والنني قعد حب ان هو يتفرج لاخر التمرين. التقسيمه كانت عاجباه وعاجبينه الولاد في التمرين النهارده، فكان هو قاعد عمال يقول لي ده كويس جدا وده. كنا قاعدين عاملين زي